أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم في بداية الشهر الثامن على تطورات الجبهة اللبنانية الحدودية الجنوبية التي دخلت الحرب في الثامن من تشرين الأول غداة طوفان الأقصى 27 الأول قطاع غزة. الشريط الحدودي مشتعل وقد انتقلت الأعمال الحربية من قواعد الاشتباك بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قواعد العمق الميداني بالعمق الميداني. وأما العمق الجغرافي اللبناني فهو على بعد كيلومترات من الجنوب. في الظاهر تبدو الأمور الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية ماشية بمناطق جبل لبنان والشمال وأجزاء أخرى من لبنان، وقطاعات السياحة والخدمات والتأمين والمعيشة والتعليم ماشي الحال إلى حد ما ضمن تركيبة لبنانية اجتماعية اقتصادية وسياسية عجيبة غريبة. مفهوم السياسة في شكل عريض وعام هو سوس المجتمع أو خدمة المجتمع أو تطوير المجتمع. أسئلة مطروحة: ما هو مفهوم السياسة ومفاعيلها في لبنان، وما مدى تأثيرها سلبا أو إيجابا على الاقتصاد اللبناني، على التعليم، على الخدمات؟ معنا مباشرة الدكتور البروفيسور جابي بجاني، عميد كلية الإدارة والتأمين في الجامعة اللبنانية الألمانية. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. أهلا أهلا أستاذ جلال، منيح عودتك من فترة من باريس. الحمد لله الحمد لله على سلامتك حضوريا يعني وطبيا، يعني بالرغم من كل الظروف بعده لبنان مقصد لكل الناس المغتربين برات هالبلد. يعني كل لبناني خب الخارج اجمالا بعده عنده براسه العودة الى الوطن، وهيدي شغلة مهمة جدا بعدنا محافظين عليها. يعني طبعا احنا مش انه استغربنا، بس شيء حلو انك كنت تعلم بفرنسا وغير اشياء ورجعت جيت على لبنان. ليك يعني انتقلت نهائيا. يعني هيدي الشغلة الحلوة مش عندي بس، عند كتير لبنانيين بالخارج انه بعد عندهم الحنين والرجاء والامل، والرجاء والامل بهالبلد بالرغم من كل الصورة السيئة والظروف اللي استثنائية اللي عم نمرق فيها حاليا. بس ولكن برجع بقول، ما هو بدك سياسة وتطبيق النظام والقانون. صح، ما هي يعني بتقول انت اوكي، هي المفتاح هي السياسة، واهم شيء هو مثل ما بتقول تطبيق القوانين. يعني هي اجمالها عندنا كثير قوانين جيده جدا موجوده في لبنان على مختلف الاصعده، ولكن العبره في التطبيق. هذه المشكله اللي عم نواجهها اليوم. طيب بشكل عام بروفيسور، اليوم يعني نحن حكيت انا انه شو هو مفهوم السياسه، هو خدمه المجتمع. برايك كيف عم نقدر يعني العجله الاقتصاديه على رغم الازمه الاقتصاديه والماليه وكل شيء، وعلى رغم الحرب الدائرة بالجنوب؟ يعني في عندك عدو إسرائيلي كتير قوي متربص، وعندك نزوح سوري ضاغط على لبنان، إلى المشاكل الأخرى. كيف عم بتكون في عجلة ماشي؟ حضرتك مدير يعني عميد كلية الإدارة والتأمين بالجامعة الألمانية، طيب كيف الأمور ماشي وكيف الحرب دائرة؟ ليك في عنا شغلة مهمة جدا، انه اللبناني بطبيعته بحب دايما يقاوم، يعني بحب دايما يقاوم. كيف يقاوم؟ ايجابيا، يعني بحب الحياة، حب الحياة اللبناني بتخليه دايما يعمل اي شيء قد ما كان صعب انه يضل محافظ على وجوده. بهالاطار هيدا انا بحط هالامور كلها سوا، يعني بقول انه اليوم اللبناني فعلا انسان بيعمل سيرفايف، انسان بيجرب يعمل ايه، مش كلمه يعني هيك عابره، احنا فينا نقول عم نعمل سيرفايف بلبنان يعني على كل المستويات. والشيء الحلو لما بتلاقي انه بس مش الانسان عم ياكل وبيشرب، لا، بنعمل اشياء، نشاطات ثقافيه اكاديميه اقتصاديه الى حد ما، سياحيه، السياحيه موجوده، بعد في كثير ناس عم تجي بالرغم من كل الظروف، بعد في كثير ناس مهتمين بهالبلد. والاحسن من هيك، مثلا خلال الفتره الزمنيه من اسبوعين ثلاثه شفت ناس بعرفهم جايين من اوروبا كمان اجانب، يعني اجوا لهون بعثة معينه، شافوا دوخوا، قالت لهم انتوا عندكم حرب ولا لا؟ كيف عندكم حرب وما عم نروح ناكل باحلى الاماكن وعم نزور مناطق اثريه جيده؟ قلت لهم ايه، مع انه بلدكم منه بلد كثير كبير، يعني كلها على مسافه نص ساعه او ساعه يعني من مكان من اماكن إدارة الصراع. اداره بلديه برا فيها تدير لبنان اذا طبقوا الامن. انا دائما بقول انه لبنان كله سوا على 10452 كيلومتر مربع بيطلع اصغر شوي من ما يسمى الريجون باريزيان، يعني منطقه باريس وضواحيها اللي هي 12000 كيلومتر تقريبا. فمشان هيك نحن دائما بحط هالشغله الاساسيه، انه قد ما تعظمت المشاكل بلبنان تنحل. ليش؟ لانه اداريا منا صعبه، كل العمليه بدها تفهم
حضرتك بلشت بالسياسة، بدأ أول شيء اتفاق سياسي معين، وهذا دائما منقوله، وللأسف ما عم نشوف هالاتفاق السياسي. وثاني شيء اقتصاديا ماشي أرقامنا، ماشي أرقام الاقتصادية اللبنانية ما بتطلع قد شركة، يعني بتطلع أقل بكتير، يعني كل الجي دي بي الناتج القومي اللبناني اليوم ما لو اختلفت الأرقام عليه بس كله ما بيطلع أقل من ربع الحركة إذا بدك الاقتصادية لشركة مثل مايكروسوفت أو مثل أبل أو غيرها. يعني طب دكتور مجاني، اليوم هل المشكلة هي ب يعني التكوين الطوائفي للبنانيين، أم أنه بارتباط كل طائفة بطرف إقليمي ولا ودولي أو اثنين معهم؟ لأنه في فرق ما تكون مثل سويسرا متنوع نحو التطور، فرق ما تكون متنوع نحو الارتباط بالخارج. هيدي النقطة الأساسية، ويلي أنا برأيي ما حدا عم بيعرف يقدر يحلها، يعني ما حدا عم بيعرف يقدر يحل هالمعضلة إذا بدنا نسميها. أكيد اليوم أنا بنظرة إيجابية بتطلع إنه التنوع الطائفي بلبنان لازم يكون غنى، يعني مش لازم يكون نعمة مش نقمة، هذا لازم يكون. بس للأسف ما في إدارة جيدة لهالحوار بين مختلف الطوائف. وإذا بتلاحظ كمان المشكلة بس مش بين الطوائف، حتى من ضمن أي طائفة أساسية بلبنان، احترم كل الطوائف طبعا، في عندك صراعات، يعني هي إذا بدك إيه؟ الأساس تبعها أنه هل التوزيع الطائفي، وبالنهاية كمان الإدارات الداخلية. في طوائف عندها شخصانية بالداخل، في مزبوط. طوائف عندها عقيدة بالداخل، صحيح. في طوائف عندها تفكك بالداخل، ولكن هل الخارج عم يقدر يعني يتداخل مع الطوائف اللبنانية لأنه ما في ثقة بين الطوائف ببعضها، أم لأنه في طائفة خايفة من طائفة وبدها تسيطر عليها، وفي طائفة تانية خايفة من هاي الطائفة وتسيطر عليها؟ هلأ إذا ما في ثقة، يعني أنا برأيي كتير تأخرنا تنقول هالشي، لأنه اليوم دولة لبنان الكبير وجدت من 1920 طبعا، بس انعمل بنية طيبة، انعمل بنية طيبة، وكان في نوع من توافق بين مختلف المكونات الطائفية الموجودة. وللأسف يعني يمكن ضيّلنا 50 سنة، وبعد 50 سنة بلشت شوي المشاكل، وللأسف هلا عم تتعاظم كرمالها. هلا السؤال شو اللي ما بخليهم يقعدوا مع بعضهم أكيد ويحكوا من بصراحة. من البديهيات لازم يكون في صراحة، ولازم يكون في إعادة حوارات داخلية أساسية لا تنشوف النظام السياسي المؤاتي لهالظروف هيدي. يعني لازم يكون في نظام سياسي والكل يتفق. طبعا اليوم بسمع أنا بكتير نظريات وبحترم كل النظريات، ناس بيحكوا باللامركزية الموسعة، ناس بالفيدرالية، ناس بيقولوا لا خلينا نضل الدولة المركزية، يعني في كتير اشياء. نعم. أنا برأيي هيدي كلها مش عطلة، بس حلو نقعد على طاولة ونحكي فيها. طب ليش في طوائف بتخاف تقعد على الطاولة؟ هلأ هون يعني معلش خلينا نحكي بصراحة، بدنا نحكي بكل صراحة. في مثلا الطوائف الطائفة المسيحية بتقول لك ليش بدنا نقعد على الطاولة ونحن يمكن ياخذوا منا اكثر. الطائفة السنية بتقول لك لا انا ما برضى. الطائفة الشيعية بتقول لك تفضل اقعدوا على الطاولة. هيك بيقول لك هاو معهم سلاح. طب هل قد بدل يقعدوا؟ هل قد بخافوا من بعضهم؟ يعني هي ما لازم تكون هيك، لانه اذا بتلاحظ اليوم انت خلال الاشهر الماضيه او الفترات الزمنيه الماضيه بتلاقي انه صار في كثير لقاءات بين رؤساء الطوائف كلها سوا بلبنان، يعني في مؤتمرات عم بتصير، في اشياء اساسيه، يعني ما بيقولوا العلاقات غير مقطوعه، بالعكس في علاقات جيده جدا بين بعضهم. يعني انا برايي هون لازم هالشيء هذا يساعد بضغط معين على الافرقاء السياسيين يلي إلى حد ما بيمثلوا الطوائف معينة، يقدروا شوي ياخذوا هالأمور هيدي بعين الاعتبار ويكونوا قادرين يقعدوا مع بعضهم ويحكوا بطريقة كتير واضحة. هلا طبعا عم نقدر ننتخب رئيس، عشو خايفين ما يقعدوا مع بعضهم؟ يعني طبعا اليوم أنا بجي بقول قصة انتخاب الرئيس طبعا هي لها عليها عوامل كمان خارجية مختلفة، هيدي مهمة جدا. طيب بس نقولها يعني بس الخارجية ما فيها تسقط على الداخل إذا في فريق واحد ما بده، والعوامل الخارجية إلا بالقوة. العوامل الخارجية ليش؟ لأنه نحن شعب عدد صغير، أرض صغيرة، ولكن موقعنا والحمد لله موقع استراتيجي كتير كبير بالمنطقة، مشان هيك ما بنقدر. ولا جتك ثروة الغاز والنفط يعني كمان، هيدا كمان موضوع آخر كمان مهم جدا أضيفت إلى المشاكل. مشان هيك في عندك إذا بدك يد خارجية موجودة والكل بيعرف تفاصيلها، في شد حمل من هون، في ناس بتجي بتحكي مواقف مختلفة عن أخرى، هالأمور كلها سوا هيدي عم بتحاول عم بتجرب تضغط على عدم الوجود وفاق شامل، مشان هيك ما عم لاقي اتفاق سياسي. مع أنه أنا برأيي كتير ضرورة يصير في عنا اتفاق سياسي، وأنا من القائلين أنه
إذا هالاتفاق السياسي وإن شاء الله يحصل أكيد بخلال فترة كتير قصيرة من بعدها بدك تلاقي الأمور كلها زبطت، يعني أعطيه شوية استابيليتي بالبلد، أعطيه شوية ثبات بلبنان، بتلاقي الأمور الأكاديمية مشيت أكتر، الثقافية، الاقتصادية، السياحية، بالتوازن كله بيمشي. إحنا اقتصادنا بجع بعدين عم بقول قبل شوي اقتصاد كتير صغير يعني، وعنا الحمد لله كفاءات كتير كبيرة، يعني إذا بتطلع باللبنانيين والقدرات اللي عندهم إياها بتشوف شوي بالدول الخليجية مثلا مين كان الأساس بهالنهضة اللي صارت خلال 30-40 سنة. عندنا يعني مشاكل بلبنان 30-40 سنة الدول الخليجية استفادت، ليش؟ لأنه في كفاءات لبنانية راحت لهونيك. نعم. طيب أنا ما بدي هالكفاءات كلها سوا، بدي جزء صغير منهم والبعض الموجود بلبنان بأوروبا ومكان بأمريكا، أنا بعدني بعول على الجزء الموجود بلبنان قادر كمان يقوم بهالمهمة بطريقة كتير كويسة، بس ولكن بدنا الاتفاق السياسي يصير. طب برأيك اللجنة الخماسية عبر سفراء هون أو وزراء برا، هل فعلا هالمرة تحركت؟ وهل مزبوط الإطار الزمن اللي وضعته هو أنه إذا ما انتخبتوا من هلأ للانتخابات الرئاسية الأمريكية بتشرين الثاني أو آخر تشرين أول المقبل، وإذا إسرائيل أو العدو الإسرائيلي وسع دائرة الحرب، يعني لازم ننتخب بين هالحدين؟ يعني مثل كأننا نحن موجودين بصف بمدرسة وبيجي الأستاذ أو مدير المدرسة بيقول لك هيك بدك تعمل. طب هو عم بقول لهم عم يشير عليهم يعني. لا أنا بشوفها بغير إطار، أنا بشوفها اليوم أكيد إذا بده يصير في اتفاق سياسي بلبنان أكيد الاتفاق السياسي مع كل احترام الأفرقاء الداخليين طبعا بده يتفقوا بين بعضهم، بس ولكن في إذا بدك نوع من تأثير خارجي على، ما رح أقول على كل الأفرقاء، على جزء معين ومهم من الأفرقاء اللبنانيين. مشان هيك أنا برأيي إذا بدك هل التأثير الإقليمي هو مهم جدا، يعني في دول إقليمية بتأثر. طيب في إيران اليوم مؤثرة، طيب دول الخماسية بكفي وإيران بكفي، برأيك هل رح يصير في لينك معين؟ لأنه مبارح قالوا أنه في مفاوضات مش عن لبنان، مفاوضات أمريكية إيرانية توقفت 4 أشهر من كانون الثاني الماضي، من شي يومين 3 انعقدت بعمان، يعني هل هيدي بيساعد أما بيأجج أكتر الموضوع؟ أنا بشوفها أنه هالدول الإقليمية بشكل الخماسية بيعتون فرنسا طبعاً والولايات المتحدة ومن ميلة تانية من جهة أخرى عندك إيران، طبعاً إذا تم التوافق بين بعضهم أكيد تمشي، بس هي المشكلة مثلاً بالدول اللجنة الخماسية مثلاً عندك الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم بأمريكا عنا انتخابات، كنا عم بقوله قبل الانتخابات، طيب إذا في طيارين مختلفين، في الرئيس الحالي بايدن وفي رئيس ترامب، طيب ما كل واحد عنده سياسة مختلفة، صحيح الإدارة الأمريكية عندها نظرة واحدة واستراتيجية على المنطقة ككل، بس ولكن في تأثير معين على الرئيس. طيب إذا التزموا بحل معين ومع إدارة بايدن وإجا شخص عكس بايدن الرئيس ترامب شو بيصير؟ هذه كمان نقطة. مشان هيك أنا بشوف هلا إن شاء الله كون إذا بدك طريقة تفكيري شوي مخطئة بالموضوع، لأنه أنا بشوف إنه ما في حل بلبنان قبل الانتخابات الأمريكية. ليش؟ تنعرف مين جاي رئيس، تنعرف هي أساس متى نمشي، تتعرف الأفرقاء الإقليميين الأساسيين مثل إيران وجماعة بلبنان كلهم على أي أساس بدون يتعاملوا مع مين، تعاملوا مع الإدارة ولا أخرى. هذه اللي أنا شايفه، بس ولكن إن شاء الله قبل انتخاب الرئيس يعني هيدا رأيي، بس إن شاء الله يكون مخطئ. بعد سنتين وما بعرف قدام من الفراغ قبل ما ينتخب ترامب يمكن بشي اسبوع يمكن او ينتخب الرئيس عام مثلا، يعني بتذكرها هيدي بتذكرها اكيد ايه. على كل حال على شو معتمد اليوم الدوره الماليه والاقتصاديه بلبنان؟ هل معتمده على الكاش؟ هل معتمده على التبييض؟ هل معتمده على الاموال اللي بتجي للاحزاب بلبنان؟ خلينا نحكي بشكل صريح وبعض التفاصيل إذا طبعاً إذا فكرة. يعني حضرتك ذكرت ثلاث نقاط مهمة. أول شيء هي كاش إيكونومي، يعني اقتصاد قايم على الكاش. ليش؟ لأنه أي شخص بده يجي يعمل السياحة بلبنان، لبناني عايش برا بده يجي لهون، ما بقى في هالسيستم المصرفي اللي كان قبل. فإذا صار بيجيب معه شوية كمية من الكاش، هيدي أول شغلة. فإذا هيدي الكاش صار هو الأساس بلبنان. الشغلة الثانية قلتها التبييض، طبعا كلمة قوية نقولها تبييض، وللأسف كل بلاد العالم، خلينا نحكي كل بلاد العالم إيه، ما بدنا نكذب على المشاهد. مظبوط. هلا طبعا في مطرح مضبوطة، مطرح نسبتها قليلة، بس خلينا نحكي عن موضوع طبعا أكيد احنا عم نحكي بطريقة منفتحة،
بس ولكن للأسف إذا بدنا نقول إنه التبييض صار شغلة أساسية بتنقال على العلن بطريقة واضحة وبالإعلام وكل شيء، مع إنه هيدي من الأشياء المحظورة تقريبا أو لازم تلاحق تحاسب وتلاحق قانونيا وأمنيا واللي بدك إياه كله سوا. هلا ما في شك طبعا، مش انا الشخص اللي رح يجي يقول اذا في ولا ما في، بس اكيد اليوم صار لبنان اذا بدك ساحه الى حد ما خصبه لكل شيء له علاقه بتبييض الاموال. يعني صارت في ناس بيقولوا لي صارت بلاتفورم مهمه للماني لاندري بالمنطقه ككل بالشرق الاوسط لبنان. هلا ليش؟ لانه اول شيء طبعا الرقابه غير موجوده، مع احترامي للرقابة المصرفية أو لجنة الرقابة على المصارف وغيرها، طبعاً في أشخاص كتير كفوين بيشتغلوا فيها، بس ولكن غير ما عندهم الإمكانيات يجوا يراقبوا كل الحركة هيدي. والعامل الثالث اللي ذكرته الأموال اللي بتجي للأحزاب، يعني طبعاً في كتير أحزاب على العالم بتقول عم بيجيها أموال من الخارج. فإذا اليوم في عنا نوع من فوضى مالية موجودة بلبنان بشكل أساسي، وانا برايي هيدي صحيح بتشكل خطر كثير كبير، بس ولكن برجع بقول لك الدواء الاساسي اذا بيصير في اتفاق سياسي الكل بيصير في انتظام سياسي، الكل بخلص بيمشي بيصير في انتظام مثل ما عم بتقول بشكل اساسي، وهيدا اللي منتظره. يعني اليوم ما فيك تجيب احسن اقتصادي بالعالم بيجي يقول لك بدي ظبط وضع بلبنان، لا في نظر في يقول لك اللي بده اياه، بس على الارض الواقع لا، بده قرار معين اذا صار في التزام. بدنا نعرف لبنان هل يا ترى في حكومة مركزية قوية ولا لا؟ إذا ما في حكومة مركزية بدنا نشوف ساعتها المناطق كل منطقة تكون هي عندها سلطة معينة محلية، هيدي شغلة مهمة. في عنا بنك مركزي بلبنان، بدنا نشوف البنك المركزي شو مصيره، هل يا ترى في سياسة مالية إلى حد ما ولا لا؟ تعرف نحن لبنان كنا بنحكي أنه كان عندنا سياسة مالية جيدة، مش أنا أقولها كانت الأفريقاء بالعالم كانوا يقولوها، وهالسياسة قدرت حافظت على إلى حد ما على ثبات للدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال فترة زمنية معينة. وطبعا الكل بيتذكر الحاكم القديم اللي كان موجود وقديش جاي إذا بدك نوع من جوائز عالمية على هالموضوع، وهيدي لبنان غنى فيها إنه هيدا. طيب كان بالداخل يركن إلى أنه كل الأركان السياسيين الكبار كلهم محتكمين لقلوا يقولوا له بدنا هيك وينفذ له لحد ما قدر مشى الأمور. بس بسياسته الكبيرة السؤال الأساسي، هل يا ترى هالسياسة المالية كانت فعلا سياسة بمكانها ولا كانت ظرفية؟ بتسألوا لقلوا لكل السياسة ولا كانت ظرفية؟ طبعا هذا السؤال ظرفية من الأسئلة الكبيرة يلي بعد ما إلها جواب بالوقت الحاضر. أنا كشخص أكاديمي عم بجرب هلا مع مجموعة من الزملاء الأكاديميين نعمل دراسة على الموضوع تنلاقي تفسير أكاديمي، ما بدي أدخل بالسياسة ولا بعوامل أخرى، عم جرب لاقي أجوبة أكاديمية. عم بعمل دراسة هلأ حاليا ورح تقريبا شبه خلصت هالدراسة ورح نطلع بمؤتمر دولي بعد حوالي شهر ونص بفرنسا، وقالوا إن هالدراسة قدام حوالي 300 شخصية كبيرة عالميا. رح يكون معك لبنانية هون؟ أكيد أكيد رح نطلع بمؤتمر بسموها بيبر، هيدي عن بيبر أكاديميك بيبر رح نعملها، ورح أجي أحكي على الموضوع. والدراسة هي بتتضمن المرحلة من 1997. ليش 97؟ يعني لأنه تاريخ بعد تفاهم تموز. لا أكثر من هيك، 97 هي البيجينج. البيجينج يعني لما البنك المركزي اللبناني أنذاك والحكومة اللبنانية أخذوا قرار بتثبيت سعر الصرف على سعر 1500. وقتها ثبتوا 100%. ثبتوا 100% exactly على 1900 على 1500، كانت 1997 لغاية المرحلة 2019 قبل الفلتين. فبعمل دراسة كتير عميقة بالعمق مع أرقام بسموها quantitative analysis، يعني دراسة بالأرقام مع عدة مؤشرات رح تكون موجودة بهالدراسة تنشوف هل يا ترى كان الأداء هل السياسة المالية أداء جيد ولا لا. تنقول إذا كان جيد ولا لا مش أنا بحكم أنه جيد، بدنا نشوف تأثيره على كل العوامل الاقتصادية الأخرى اللي بنسميها. بس ما فيك تنكر عوامل سياسية. أكيد رح نحط عوامل سياسية، لأنه وقت بتقول أنه الحاكمية أو المصرف أو الدورة المالية بدها تأمن أموال للمنتفعين بالدولة أو لشيء بدك تذكره. أكيد أكيد كله مذكور، بس أنا عم بحكي بطريقة أرقام أكاديمية. أرقام أكاديميا بدك تشوف التأثير على عوامل الماكرو إيكونوميكس. الماكرو إيكونوميكس يعني على الاقتصاد الكلي. طبعا هون في عنا 7-8 عوامل رئيسية ما نعددهم، شو تأثيرها على الاقتصاد الكلي بلبنان. فإذا بهالدراسة هيدي رح أقدر إن شاء الله أعلنها بعد حوالي شهرين تقريبا للجميع. رح تعطيها لرئيس الحكومة ولا ما بعرف للي بده ما بعرف، بس رح أعلنها بطريقة علنية. طبعا رح تكون دراسة أكاديمية ورح نشوف ساعتها
هي ما راح تحدد مسؤوليات اكيد، بس حنقول انه هل السياسه الماليه وين نجحت وين فشلت وشو لازم نعمل وناخذها كدرس كيف المعالجة من كناخذ منها الدراسه درس صغير لسنه صغيره عبره صغيره انه كيف اذا تقدر انه صار في اتفاق سياسي بلبنان بدنا نرجع نبني اذا بدنا نقول النظام المالي بلبنان من جديد تكون الى حد ما اخذنا العبر اللازمه لنقدر ننجح مستقبليا مش نرجع نفوت بدوامات اكثر واكثر، لانه اليوم الصوره اذا بدك الماليه على النظام المالي والنظام المصرفي كثير سيئه. يعني خذ مثلا من 4-5 سنوات بنحكي بالريستراكشرينج واعاده الهيكل القطاع المصرفي، انا بتمنى وبقولها بكل صراحه بكل قلب مفتوح للجميع، طيب مين عنده بعد دراسه؟ مين عنده شيء بطريقه حثيه؟ طيب بس انت كنت تشوفهم للمسؤولين، لكن شوفهم من زمان، عندي علاقات مع الجميع الحمد لله، انا زلمه منفتح على كل الافكار. لكن عندك بعض الافكار احنا ناقشناها هون من 3 سنين من 3-4 سنين ايام الزمانات اكيد. هلا الشغله مهمه استاذ جلال انه عندك افكار معينه كاكاديمي، بس مش كل المسؤولين بياخذوها بعين الاعتبار، يعني فيك تقول بعض الاوقات لانه اليوم في اشياء معينه، يعني هالمسؤول يلي بتكون مش خلفيته اقتصاديه او ماليه بيكون عنده كمان مجموعه من المستشارين الاخرين، وبيكون في عوامل سياسيه بتاثر عليه كمان. مشان هيك عم بقول، مشان هيك انا برجع بقول لك دائما المفتاح هو السياسي. اذا جينا اتفقنا سياسيا اكيد انا يمكن اعتبر اقل واحد من اللبنانيين بالمعرفه، ما بدعي ابدا اي شيء اكثر من هيك، بس بيجي بقول انا اقل لبناني. في كثير لبنانيين عندهم كفاءات مستعدين يقعدوا مثل ما انا واحد منهم وأنا أقل واحد فيهم، نقعد كلنا سوا ونجي نقدم خبراتنا كل شيء لمصلحة الدولة اللبنانية وإعادة الثبات للوضع المالي والمصرفي بهالبلد. لأنه ليش؟ هذا بلد منحبه بنهاية. لا مبين لأنه تركت شغلك بفرنسا ورجيت ترجع تستقر في لبنان أنت وعائلتك. هيدي اللي بقول لك إياها بكل صراحة. هلا طبعاً نحن عم نحاول نقدر نفصل التطورات الحربية والميدانية أو المشاكل الحدودية أو وجود العدو الإسرائيلي عن أي خطة اقتصادية داخلية؟ إيه ليك اليوم في عندك خطة اقتصادية بتنعلم على مستوى البلد كماكرو، وعندك ميني بلانز، عندك خطط صغيرة بتكون إذا بدك لقطاعات معينة. يعني مثلا رحنا مبارح بالجامعة كنا منظمين سيمبوزيوم، إيه رح نحكي عنه الجزء الثاني من الحلقة. إيه؟ بس بدي أنا أسألك أنه افترض الحرب طالت بالمنطقة الشرق الأوسط، رح بسألك شو نعمل؟ رح أنا بقول لك إياها اليوم. شوف أنت العالم عم تقدر تعيش ولا لا؟ إلى حد ما. طيب عم تعمل، رجع الكلمة اللي قلتها بأول حلقة، هي سورفايف، في سورفايف عم بيصير. بس السورفايف مبني على الكاش، مبني على الأموال عم تفوت. أكيد. يعني لو ما في، يعني حتى الأشياء السيئة اللي بياخدوها برا إنه كيف عم بفوتوا أموال ما بعرف مين ومدري مين وفليتين هيدي كمان عم بتشارك. طيب بالدورة. أنا بجي بقول بكل صراحة هلا بريغاردلس إذا كانت هالأموال نظيفة ولا مش نظيفة، بس الزبدة عم بتفوت، يعني في أموال عم تجي وعم تمشي، وهالأموال أكيد لو كانت أموال أصلا سيء وشو ما بدنا نقول، بس ولكن عم تعطي إفادة داخلية للمواطن، الإنسان المعطر الموجود بلبنان على الأراضي اللبنانية اللي بده $100 من هون يقدر يوقف على إجري. هي إذا بدك بالبوتوم لاين، يعني بالرغم من كل شيء. وهذا طبعا في المغتربين كمان بعضهم ما وقفوا، يعني الحمد لله اليوم كل اللبنانيين بالخارج عم بيبعثوا، حدا عنده قرايب وحدا قرايبينهم لعيالهم، وهذا اللي مهدى البلد بي 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 إلى حد ما. نعم. اليوم ماشي هالموضوع في النزوح السوري، يعني إضافة إلى كل المشاكل في عندك مشاكل البنى التحتية، وأنه النازح السوري نحن ما عم نخدم ناحية العنصرية، عم بيقاسمك الدعم، عم بيقاسمك حتى الدورة الاقتصادية. هل المخاوف والمخاطر اللي عم ينحكى عنها من المليونين نازح سوري هي في محلها، وكيف ممكن معالجتها؟ ليك انت بتعرف، وطبعا اليوم معظم المسؤولين بلبنان بيعرفوا كمان انه هالموضوع كتير عميق، منه موضوع سطحي، يعني خطر، موضوع خطر وعميق، وبيقولوا كمان تعبير انه صار الموضوع بيأثر على وجود اللبنانيين في بلدهم، هيدي صار في خطر وجودي بشكل لأنه اساسي، لانه في عم يحكوا عن المقيمين مش عن اللوائح الشطب، عم بيقولوا انه 50% سوريين و10% فلسطينيين و40% لبنانيه
عم بيحكوا على الموجود بلبنان، يعني 40% لبنانيه، 60% سوريين و... وما حسبت العماله الاجنبيه الاخرى من الاسيويين وغيرهم. لا الاجانب 60% اوكي اذا بدك تقول بشكل اساسي 40% لبنانيه. فطبعا هذا شيء بشكل خطر اكيد على بنيه البلد ككل، يعني على قصه الوضع الامن كمان بشكل اساسي. طيب انا طبعا قدام هيك صوره، مشان هيك اليوم طبعا ما بيقولوا ميوفوتا كوجامي، يعني بلشوا المسؤولين يقولوا اوكي بلشنا نتصل متاخرا افضل من الله تصل. اكيد اللي عم شوفه هلا بعد كل الخطوات غير كافيه، لانه الامور بدها معالجه بالعمق، معالجه بالعمق بعد ما صارت، بس على التاثير اذا بدك اقتصاديا على الموضوع. طبعا اليوم هل 50 أو 60% من الشعب اللبناني تيقدر يعيش بطريقة كتير أساسية بده بالقليل 4-5 مليارات دولار. نعم. كيف منجيب هالأرقام هيدي من وين؟ عم نشوف المساعدات اللي عم تجيون بشكل عام، بعدين نجي منشوف نحن الناتج القومي بلبنان قديش. إذا قلنا اليوم طبعا في أرقام كتير متفاوتة عن الناتج يعني القومي، الوسط. في ناس خبراء بيقولوا اليوم لازم نكون صرنا ب 30-32 مليار، أرقام الوورلد بانك بتقول هي 17 مليار، في أرقام أخرى بتقول لا أكثر بكتير طبعا، بس إذا بأقل تعديل عندك 4-5 مليار كل سنة لهالمجموعات الموجودة، يعني لهال للأسف الناس النازحين على لبنان إذا بدنا نسميهم النازحين. طيب كم سنة صار لهم؟ بس خد من وقت ما اجوا لهلا قديش صار عندنا 12-13 سنه بالقليله، عندك ب 4-5 مليار قديش بيطلع لك 50 مليار 55 مليار نزف من هيدا. بتيجي بتطلع انت بطريقه كاريكاتوريه امبارح شويه هيك مثل ما بيقولوا ترويق خواطر بسميها انا من قبل المجموعه الاوروبيه، مليار يورو او مليار دولار ماشي، هيدي صارت هيك مثل حبه بنادول صغيره ومش عارف يوم بدها تروح وامتى بدها تجي وكم دفعه بدها توصل، وعملت مشكل بالبلد واكيد اكيد لانه مش معروف لمين رح تجي ومين بده يستفيد منها ومين بده يخترع لك بكره مشروع ويقدر. يعني للاسف الامور كتير جديه بلبنان، الامور كتير خطره، ومشان هيك المعالجه غير جديه. يعني انا بشوف انا الخطوره هي جديه وجوديه، ولكن للاسف بعد لهاللحظه هيدي بحكي انا وياك بعد المعالجة غير جدية وبطريقة هزلية. طب وقت بيقول لك معالجة بالعمق، في حدا بيقول أكيد بالعمق ولكن سهل جدا، روحوا تقنيا كل حدا ما معه إقامة وهذا تتفضل الأجهزة الأمنية كلها تحمله طيب سؤال طبعا. الحرب النظارات كتير هينة سجلها طيب. معك خبر بس قدرين القوى الأمنية تعملها هي أول شغلة. طيب إذا قدرين ما بدأ حسوب لوجستيا قدرين عمليا اوامر في القياده السياسيه بتسمح لهم يعملوها؟ اعطيتهم ضوء الاخضر ولا خطوه لقدام خطوتين لورا؟ سوري عم بحكيها بالاشهر عم نحكي عنها عم بحكيها بشكل اساسي عم نحكي التقنيه. هل يا ترى في نوايا واضحه بهالاطار ولا بس عمليه تمثيليه على الاعلام؟ وباحترامي لكل الوزراء ورئيس الوزراء وكل القيادين لا في ناس مقتنعين انه تقنيا يصير هيك، في ناس بيقولوا احكوا مع الحكم السوري، في ناس بيقولوا احكوا مع اوروبا والحكم السوري. طيب هي هالقد طيب يعني معناتها بتشم من الريحه انه في خطه لضرب النسيج اللبناني، ومعروف مين بينضرب بالنسيج اللبناني اول ما بينضرب، من الاقليات ومن المسيحيه الحلقه اذا بدك الاكثر شيء فرجيل رحمه الاضعف فرجيل يعني لحد ما فهون النقطه الاساسيه. يعني مع انه هلا عم نشوف خلال الايام الماضيه دوت الرئيس رئيس الوزراء راح على القمه بالبحرين، اتصالات عم يعملها حكي عن عدوان اسرائيل والنزوح السوري والرئاسه، هيدي شغله مهمه رئيس الجمهورية. طيب السؤال هل هو هيدا ضمن اطار الكلام بكلام ولا لا؟ هيدي الخبريه، يعني هل في فعلا اتصالات جديه عم تنعمل؟ انا ما بقدر. طيب دكتور حضرتك يعني خلينا نحكي بصراحه، بايام الحرب والان انت مخضرم ان كان مشكور حبيبي مخضرم بالسياسي ان كان بافكارك السياسيه السابقه يعني سابقا عم نحكي وافكارك اللبنانيه وشغلك الاكاديمي الاقتصادي، يعني اليوم بغض النظر مين ام الصبي، طيب المعنيين اول ما هني معنيين برئاسه الجمهوريه ليش قبل كانوا يكونوا على مضض او مش على مضض يجتمعوا ويقولوا في هوت اثنين المرشحين او هالمرشح، والان ما عم يعملوها وتركين كل الامور تصير وبيشكوا انه ليكوا عم يستهدفوا الطائفه المسيحيه وكذا؟
طيب ليك ترد عليك بطريقة إذا بدك منطقية جدا تنلاقي حل هالمعضلة. بسبب المعضلة هيدي صار في عنا شيء اسمه artificial intelligence اليوم الذكاء الاصطناعي، بدك تحط المعطيات كلها سوا بتلاقي. طبعا عم بحكي كيها بطريقة علمية إذا بدنا نقول، بس لا أكيد اليوم معك حق 100%، هيدي شغلة معيبة معيبة على القيمين، خاصة ضمن الطائفة يلي بيطلع منها رئيس الجمهورية. هون لازم يكون في إذا بدك حزم أكثر، وهون أنا بعول على سيدنا البطرك تكون مواقفه إذا بدك ضاغطي أكثر لكل الأفريقا. هلأ حكي حلو أنا فيني أقوله، بس بدنا نشوف سيدنا الله يساعده يعني إذا بيقدر يقوم بهالمهمة ولا لا. هيدي شغلة مانا سهلة مانا سهلة يعني. هلأ بنحكيها قوة كبيرة عند المسيحية وقوة غير طلعوا لفوق عند على البكركي. نؤمن بإله واحد إلوة، بس كل واحد لإله يؤمن بإله اللي هو إنه تبكي يعني إنه قديش الأنانية ضاربة بالشخصانية بالموضوع. مزبوط، هذا الموضوع بده حل جذري. وأنا برجع بقول كنت أنا بدعي بالزمانات من أكثر من 10-15 سنة لمصارحة بين كل الأفريقاء بلبنان والأخص أفريقاء المسيحيين، يعني يجوا يتصارحوا على كل الأمور اللي صارت بأساس الصراعات من ما قبل 1975. طبعا بدنا نفوت بالتاريخ، هني وقت الانتخابات بيعلوا الغرائز لحتى ترجع ترتفع. وهذا شيء خاطئ فعلا، هذا شيء خاطئ. كان لازم يصير في مصارحة، لأنه الخطر الوجودي بلش للبنانيين لدولة لبنان، مش عم بحكي عن المسيحيين، بال 1975 73 فقعت إذا بدك. بلشت بال 69 اتفاق القاهرة، 73 معركة المدينة الرياضية، 75 ما تنسى أنا بنضيعة اسمها الكحالة، وإحنا بنعرف شو صار عنا، معروفة بال 1970 يعني، ما رح لك أكثر من هيك تاريخيا. فإذا أنا شخص متابع التاريخ بأدق تفاصيله خطوة بخطوة، مش هيك أعني ما أقول لازم اليوم سيدنا البطرك و كل شيء فيه ما يحيط بالبطرك، مؤسسات الموجوده كلها سواء بحكي عن طائفه هالامور هيدي، تعمل نوع من اذا بدك مؤتمر شامل تنشيل شوي، مؤتمر حقيقي، مصارحه حقيقيه. هلا طبعا انا حكيت مع كثير من الاشخاص الفاضلين من المطارنه والمسؤولين الدينيين، وكلهم تقريبا عندهم هالافكار هيدي، بس ولكن مش احنا ما عم نحكي ضد الطوائف الاخرى، ولكن يكون يعني شوف الثنائي الشيعي الوحدي عندهم مشكله عنصر مقاومه قويه ضد مثلا عدو. في انتم عندكم مشكل ثاني كمسيحيه كمان كونوا مع بعضكم، هذا لبنان يعني. هيدي النقطه الاساسيه، لانه لبنان مكونات طائفيه. للاسف عندنا كثير ناس عندهم افكار جيده جدا، عندنا كتير نوايا حسنة من الجميع، بس ولكن ما عم نقدر نجمع الكل بإطار واحد. يعني هيدي هي النقطة برأيي، يعني انتبه رديت عليك بهالطريقة هيدي، لأنه يعني بتمنى أنه المستقبل يقدر يقرب وجهات النظر بين الجميع. بنتمنى. رح ناخذ فاصل إعلاني الدكتور جابي بجاني، نرجع نحكي عن مواضيع الخدماتية والتأمين. امبارح كان عندكم مؤتمر كتير كبير، سيمبوزيوم بالجامعة اللبنانية الألمانية، بنحكي شوي عنه. أوكي. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. دكتور جابي بجاني عميد كلية الإدارة والتأمين في الجامعة اللبنانية الألمانية، نرحب فيك مرتين. أهلا فيك أستاذ جلال. بالسياق الاقتصادي المقاوم يا خي، خلينا نقول اقتصادي المقاوم. امبارح عملتوا سيمبوزيوم، فينا نعرف طيب. كان في شيء 200 شخصية يعني. تقريبا إلى حد ما. إيه ليك أستاذ جلال، أنا بحب كتير هالتعبير اقتصاد المقاوم. ليش؟ لأنه بالرغم أنه هالحرب اللي دايرة على أرض الجنوب، بالرغم من كل الويلات، بالرغم من الفلتان الأمني، بالرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية والنقدية وكل الجوانب هيدي، عم بضل في ناس تفكر كيف بدها تعمل شيء تحسن الأوضاع. هلا بهالموضوع هيدا حاولنا نحن كأكاديميين كجامعة لبنانية ألمانية نبلش نركز على مختلف القطاعات الاقتصادية. نحن بالجامعة عنا طبعا هي كلية الإدارة والتأمين، قلنا هالجانب التأمين بلبنان هو قطاع الحمد لله رجع جلس حاله خلال هالفترة هيدي، هو من القطاعات الأساسية ضمن الاقتصاد اللبناني. يعني بتعرف اليوم هالقطاع أكل عدة نكسات،
أول شيء بلشنا بأزمة الكوفيد من 4 سنوات، إجا انفجار مرفق بيروت، إجا انهيار العملة، كتير شركات تأمين خسرت أموال طائلة بالمصارف كانت من الريزورس الموجودين عندهم. فإذا هذه الأمور كلها سوا كانت كتير سيئة، واللي بيشوف الصورة من بعيد بقول هذا القطاع خلص فرط. طيب. ولكن للأسف ترجع بتلاقي مثل الطائر الفينيك بيسموها، إنه رجع قطاع التأمين بلبنان من جديد حسن الحظ. وطبعا احنا هون أكاديميا بخدمة هالقطاع هيدا، رح منه احنا ناشطين كمان من ناحية التدريب، عنا تعاون مع CII بلندن. يعني شو عرضتم بال... يعني في كتير أمور، طبعا عم نعطي سيمينرز وكل شيء، جينا عملنا سيمبوزيوم لكل البروفيشنالز بهالقطاع هيدا تنشوف شو ممكن نحن وياهم نتعاون تنقدر نتقدم أكثر وأكثر بالمهنة. طبعا عملنا توصيات معينة وكان في مداخلات كتير قيمة من رؤساء كبار الشركات بلبنان، وطبعا هالتوصيات رح تنزل على الإعلام بعد شي يومين ثلاثة، نحطها بالإعلام. والأساس هو إنه نحن كجامعة رح منشتغل أكاديميا أكثر وأكثر لتنمية الحاجات، إذا بدك الفورماسيون والترينينج لهالقطاع التأمين بلبنان. هلأ يعني بمحلها بتلاقيها؟ أكيد، لأنه اليوم البزنس التأمين عم يتطور. بزنس التأمين اليوم غير ما كان من 10 سنوات، اليوم بزنس التأمين صار بزنس في الأونلاين، صارت الارتيفيشال انتليجنس عم تدخل، صار اليوم إذا بدك الزباين منا كلها موجودة بلبنان، زباين موجودة خارج لبنان بجزء كتير كبير. فإذا اليوم صار عندك طريقة تعامل مختلفة. بعدين إذا بنحكي على الصعيد الإدارة، إدارة مؤسسات التأمين كلها سوا، صار في عندنا كمان الإدارة عم تتطور. يعني صار في عندك إذا بدك تعمل بلانينج، بدك تعمل أمور استراتيجية على المستوى البعيد. فإذا كلها هيدي بدها إعادة إذا بدك من جديد تفكير وإعادة تكوين. طب ببلد في فقر معين إلى حد معين، كيف ممكن تتحرك مثلا موضوع التأمين؟ كيف بيقدر يعني يفتح مسارات؟ إيه طبعا انت عم بتقول ببلد في فقر معين، اكيد اليوم اذا الانسان صار بحاله عوز وحاله فقر يمكن ما بقى في عنده القدره يدفع بوليس التامين مثلا، وهذه احدى الاسباب كمان. طب العكس تكون موجود التامين، ليش؟ لما بتلاقي مؤسسه اسمها الضمان الاجتماعي، ولكن طبعا انا مش عم بقول مؤسسه والقيمه ليا، بس عم بقول بشكل الوضع عام الوضع ظروف حتى المؤسسه تصير خارج الاطار الخدماتي مثل ما هو بالمعنى المضبوط. فاذا شو بتعمل بالناس؟ بتخليهم يزيد فقرهم، يموتوا على الطرقات، يموتوا على باب المستشفيات، هذه شفناها. فاذا وهون اكيد هذا التامين موجود. نعم. وطبعا في عنا طبعا شركات التامين مستعده تعمل منتجات تتماشى مع كل شرائح المجتمع، وهيدي شغله جيده جدا. يعني مشان هيك اليوم بلبنان تيكون في عندك تامين قوي بده يكون في مخاطر. وانا بسالك السؤال، هل يا ترى عندنا بالبلد اليوم في مخاطر ولا لا؟ فاذا المخاطر جمة، فاذا عندك بوتنشل كتير كبير للتامين. بس بهالنقطه هيدي بتلاقي صار في عندك برودكتس جديده ممكن تنزل، بدك تاخذ بعين الاعتبار كل الاشخاص بلبنان، كل الفئات المجتمع. مشان هيك عندك شغل كتير كبير. هالشغل كتير كبير بده سبورت، شو اكاديمي، بده تقوي بالنولج، بالمعلومات، بامور كثيره. وهون احنا اليد وتطور، هون احنا اليد الاكاديميه لتساند هالقطاع بشكل اساسي. كان في حدا اوفيشال مثل عندكم؟ يعني هلا كان في اشخاص للاسف، يعني اعتذروا اخر لحظه، شخصيات طبعا احنا دعينا القيمين، الوزير الاقتصاد طبعا اعتذر، المدير عام الاقتصاد الصديق محمد اكيد كمان اعتذر اخر لحظه، واشخاص اخرين بالاي سي سي طبعا الريجوليتر خلينا نقول للاسف كمان اعتذروا. بس يعني خساره ما كانوا موجودين اكيد احنا للاسف، بس انه بس احنا ماشيين. يعني احنا كجامعه اكاديميا مع اكثريه القطاع الخاص اللي كانوا مسؤولين امبارح عنا ماشيين، مع النقابات طبعا، عم نحكي شركات التامين، عم نحكي مع الرئيس ميرزا رئيس الاكال، عم نحكي مع نقيب شركات الوساطه والبروكرج النقيب الصديق الي حنا، اكيد الي حنا ايه طبعا اكيد اكيد، عم نحكي مع اخرين. الي حنا راح بصفته الحزبيه او بصفته؟ لا 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 لا، احنا اكاديميا بصفته العلميه استاذ جلال ارجوك. إيه لا لا، اكاديميا ما نحن بنعرف الي صديق، الي صديق. هلا إيه. شو ما كنا
نحن بلاد لا ما مرقناها هيك اولاد بلد واحد ونتعاون وكل الامور هلا لا بالعكس يعني عولنا كثير على وجودهم امبارح معنا وصار في مناقشات قيمه بين مختلف الفاعلين بهالقطاع وكانت جيده طبعا وطبعا نحن مستمرين بالدعم هلا كخطوه معينه اكاديميه رح نبلش نعملها رح نطلقها رسميا بخلال اول الفصل الجاي يعني اول سبتمبر الجاي بتعرف عندنا فصول بالجامعه احنا هلا بنبلش بعد اسبوعين ثلاثه بالامتحانات الجامعه اللبنانيه الالمانيه باخر شهر 6 خلصنا كل شيء شهر 7 بصير شهر اجازات و8 بالشهر التاسع طبعا رح نطلق نوع من مؤشر لبزنس التامين بلبنان والشرق الاوسط يعني عاملين نوع من مؤشر نوع من اندكس رح يغطي كل جوانب المهنه كل المنتجات كل تفريعات الشركات يعني طبعا عندك بالتأمين التأمين الحياة عندك تأمين الجنرال هالأمور كلها سوا يعني مشان هيك ولقى هالخطوة هيدي لقيت اقبال كتير كبير من كل البروفيشنالز اكيد لانه تنحضرها عم نجرب نمشي اكثر باتجاه الشفافيه بهالقطاع يعني وهيدي شغله مهمه تقدر تقوم اليوم انت بكل معلومات معين بدك ترانسبرنسي وترانسبرنسي مشين فيها وهيدي شغله بلبنان مش موجوده وين ما كان يعني بتلاقي مثلا كنا عم نحكي ترانسبرنسي بقطاع المالي بلبنان ما كانت موجوده للاسف ولا يمكن بيزعلوا مني بس اكيد انا ما كانت موجوده اليوم الحمد لله بالقطاع التامين عم نشتغل على فول ترانسبرنسي هيكون كل الارقام المعلنه من شركات التامين ارقام كتير جيده وموثوق بمصادرها كلها سوا وراح عم نجمع الداتا عم نعمل داتا كولكشن جاذرينج على كل الامور هيدي تنطلع بشيء طبعا يفيد هالقطاع انا برايي اليوم هالقطاع التامين قطاع جبار ليش لانه قدر ضاين ضمن الظروف هيدا يعتبر مثال للاقتصاد المقاوم يعني قطاع التأمين كان قطاع فعلا مقاوم لكل الصدمات الكبيرة والضربات والكفوف مثل ما بسموها خلال 4 سنوات الحمد لله نحن هون موجودين كأكاديميين بخدمة هالقطاع طيب دكتور جابي بيجاني مثلا إذا شركة عالمية شركة لبنانية محلية إقليمية عالمية بتلاقي أنه في مساندة من الخارج يعني من الشركة الأم او الاسم تبعولها لا للمحل يعني مش جوميلاج بس انه في دعم يعني وقت بتلاقي رح اقول لك شغله كثير مهمه قطاع التامين اجمالا معظم المؤسسات التامين بلبنان عندها شركاء خارجيين يعني مثلا بنعمل شيء اسمه ريانشورنس يعني اليوم اذا جابي مأمن صار عنده مشكله شركه التامين طبعا بتعوض عليه بس شركه التامين ما بتعوض له الريانشورنس من الخارج هيدي شغله بديهيه يعني. مش هيك هالتعاون موجود والحمد لله شويه ضماني شوي يعني سند اذا بتقارن يعني. دائما على القطاع المصرفي اللي انفقدت الثقه فيه من الخارج بشكل كتير كبير لا التامين بالعكس بعده. بيض وجه الاقتصاد اللبناني يعني التامين بعده موجود مدهوم. العلاقات جيده جدا مع الفرقاء الخارجيين حتى الشركات اللبنانيه من ناحيه الاكسبنشن عم تلحق الزباينها وين ما كان وطبعا يمكن عم بتحاول تفتح مكاتب تمثيليه بالخارج طبعا مش فروع كبيره لانه عندك مشكله الرساميل يعني اليوم الرساميل بلبنان بعدها متواضعه جدا بخوض بالخليج مثل دبي او المملكه السعوديه رساميل لا ضخمه يعني عم بيصير في نوع من اذا بدك رجلجه بلتي هي احسن طبعا بس اكيد ماشيين على السكه الصحيحه ليش؟ لانه انا برايي شو اجى ظروف صعبه على لبنان خلص قطاع التامين ماشي وعنده ثقة وهو هو يعني اتس ماست مثل ما بيقولوا هو ضروره اكيده لاستمراريه الاقتصاد اللبناني طيب باخر هالحلقه بدي اسالك كيف تم التعاطي بين شو تاثير انفجار بيروت على المأمنين وكيف عم يتم التعاطي معهم فيها مشكل بهالموضوع مزبوط. خلينا نحكي باخر انا بقدر خبرك بكل صراحه انا كنت احد متضررين كمان بيتي بالاشرفيه تضرر بشكل اساسي طبعا بتعامل مع شركه كثير محترمه عودت علي بس للاسف بالدولار طبعا اكيد واضحه هلا في شركات معينه كان عودت مزبوط ما راح اقول هون بدك تحكيها كيس بير كيس بس بشكل عام طبعا تعرف اليوم شركة التأمين إذا كان في شيء يعتبر حدث حربي ما بتأمن عليه هون معروف يعني إيه؟ هون إيه؟ يعني شو هلأ تعريف بعد الحدث الحربي إيه؟ أو أسباب الانفجار إيه؟ ما بدي فوت بتفاصيل كتير لأنه إيه هون كلمة بتفرق بتأثر أنه يمكن إذا حكيوا مين اللي عمل مين اللي فجر أو مين إذا يعني إسرائيل فجرت أو لا صح أو إذا كذا يعني خلينا نحكي يعني خلاني أقول لو مثلا من الأول تجي بتقولوا لا هيدا عدوان من
العدو الإسرائيلي طيارة مثل ما بيقولوا أو من الداخل أو عملاء فجروا من الداخل مثلا إسرائيلي. لا بتغير أمور صارت حدث حربي إذا صارت أكسيدنت مثل ما هي أكسيدنت لا شركة التأمين بتعوض هلأ شو ما بين يعني مشان هيك ما أعلن ولا يعني في أسباب أخرى إذا بدك مع احترامي للجميع أنا لاحترام كل القيمين على التأمين بيجي بقول قدروا مشوا الأمور مثل ما بيقولوا بالتي هي أحسن يعني ما راح أقول دوروا الزوايا لا بس قدروا إلى حد ما رضيوا الكل هلا ما بدي فوت كيس بر كيس بس هو كثير منيح خلينا شوي انه المتضرر يعني والمنصاب والشركه كيف كانت اعباء كثير كبيره اكيد ما في شيء بيرفكت 100% ما في شيء اكيد يعني مطلق. مثالي مطلق بالمطلق لا بس الى حد ما قدروا مشوا الامور حتى يكون هالعميل الموجود او الزبائن الموجود يضل عنده ثقه بالشركات المحليه وتضل مستمره معهم وما تقفلس الشركه اكيد ما هيدي اهم شيء يعني اذا راحت الشركه افلست يعني عودت سلامتك كل شيء يعني هيدي هي اذا بدك الشطاره بالاداره وهون اكيد انا بحيي كل القيمين والسي اوز والمدراء الشركات كلها سوا على الحنكه الاداريه اللي عندهم اياها بالحفاظ على القطاع مثل ما هو احسن تحسن يعني عم نشوف نحن الارقام مثلا بباتيكا رقم كثير صغير امبارح شفناه خلال السيمبوزيوم انه جي دي بي اللبناني رسميا كان مثلا افترضنا برقم 52 مليار صار بنحكي هلا 20 22 23 مليار مش عارف ما في ارقام صحيحه يعني نزل ثلثين صار 30 35% من ما كان قبل اربع سنين التأمين رجع هلا 65% يعني بتشوف مثلا انه التقديم تقدم مرتين يعني اذا بتاخذ بتقيم انت اليوم بتشوف تعمل شيء بسموه بنش ماركينج يعني بتقارن قديش التطور بقطاع التأمين بالاربع سنين الماضيه بالنسبه لتطور القطاع الاقتصاد اللبناني الناتج القومي المحلي فاذا شو بتشوف بتقول انه هونيك تقدمنا هيك تقدمنا ضعفين هيدي شغله انا برايي يعني بتستحق انه نزقف لهم عن جد بهالطريقه هيدي مش هيك عم بقول لك في عندنا ناس فعلا هايلي بروفيشنلز موجودين بهالقطاع والحمد لله الامور ماشي اكثر وانا برايي بعد انه برغم كل الظروف احنا عم نحكي هلا من 6 7 اشهر واكثر حصلنا 8 اشهر تقريبا بظروف حرب بلشنا بشهر احنا بعدنا مستمرين بعدنا بنتنفس وبنحكي بهالطريقه هيدي وعم نشتغل يعني برايك الصدمات الايجابيه السياسيه يعني مثل انتخاب رئيس او اتفاق على ما بعرف شو او لا مركزية الادارية او شيء من هالنوع بتقدر تعطي دفع حقيقي بتعمل واقعي بتعمل دفع سوري على الكلمة رح اقولها ما يأخذوني المشاهدين تيوربو بتعمل دفع تيوربو يعني اذا بدك تعمل دفع كتير قوي اذا جينا لقينا اليوم انه صار في انتخاب رئيس جمهورية وفاق سياسي اكيد بدك تشوف هالحدث هذا بيعطي معنوية خلص انتهى شوف ما بعد الحدث شو بده يصير انا بعدني متامل مع انه قلت لك حكينا فيها انه يمكن برايي تو بي اون ذا سيف سايد فينا نحكي اكثر بطريقه واضحه اكثر من بعد الانتخابات الامريكيه وللاسف ولكن ان شاء الله يكون انا غلطان ويكون في مفاجاه جيده جدا بالقريب العاجل طب والثروه النفطيه هذا لا هي ضل موضوع ما بدي فوت فيك هذا الموضوع بقول لك اياه بكل صراحه بس يعني. هلا بنبلش من قصه الترسيم واللغط واللي صار واللي مع واللي ضد والانتقادات وكلها سوا اكيد انا هيدي برايي بدها اعاده نظر من جديد كلها سوا يعني هلا ما بعرف ما في يعني عمل انضوات مع احترامي لكل الناس المضيوا بس ولكن ما في نقول كان في ضغوط ولا لا ما بعرف كيف صار لا هلا من بعد انا مشان يستخرج هيدي بتكون بارت اوف ذا ديل مثل ما بيقولوا بارت اوف ذا ديل يعني ضمن التسويه اللي بدها تصير على المنطقه وانتخاب الرئيس بنشوف ساعتها شو بيكونوا مخبيين لهالموضوع ايضا بس اكيد يعني لو تاخر الموضوع بس اكيد اذا من ناحيه الجيولوجيه والدراسات وكلها سوا ما راح يجي يعول على شركه قالت ما لقينا شيء لا انا بحسب الدراسات كثيره اللي عم نشوفها لا في إمكانية بس القرار سياسي من الجامعة قرار سياسي وإن شاء الله تسوية بالمنطقة ترضي جميع المكونات بلبنان ما يكون مثل كل مرة في مكون دايما بنتمنى هالشي وإن شاء الله ربنا يسمع منا دكتور جابي بيجاني نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان عميد كلية الإدارة والتأمين بالجامعة اللبنانية الألمانية أهلا وسهلا فيك الله يخليك أستاذ مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير